السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، دفعة سنة تالتة إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. هو أنا بصور يوم الجمعة، فإن شاء الله جمعة مباركة. هي عبال ما توصلكوا هتبقى مش جمعة، بس يعني في كل الأحوال يعني كل أيام ربنا مباركة، وإن شاء الله يعني نكون دعينا بقى في يوم الجمعة ده المبارك بالنصر إن شاء الله والثبات لأهلنا في فلسطين، والثبات لينا والله، لأن الموضوع بقى صعب علينا جدا نفسيا يعني، والأمور إحساسنا بالعجز كل يوم بيزيد، وتعاطفنا يعني اللي إحنا مش عارفين نوصله لأهلنا في غزة ده، ولا قادرين نساعدهم في حاجة غير إن إحنا ندعي. فإن شاء الله ربنا يتقبل. ويعني إيه، قبل ما أنسى نلبس بقى رمز العزة والفخر يعني. طيب حبايبي، احنا ان شاء الله النهارده هنكمل مسيرتنا في مجموعه الانالجيزكس اللي سميناها انتي بايريتيك انالجيزكس، او سميناها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وزي ما انتم فاكرين احنا كنا عملنا فيها مقدمه طويله المحاضره اللي فاتت، وعرفنا الميكانيزم المشترك بتاعهم كلهم ان هم they inhibit الكوكس انزيمز، وبالتالي they decrease او انهبت او ريديوس زي ما تحب تقول البروستاجلاندين سينثيسز. بالجانب الكويس في ان انا اوقف البروستاجلاندينز كانالجيزيك وانتي باريتيك وانتي انفلاماتوري، والجانب السيء بقى اللي هو ليه علاقه بمشاكل المعده ومشاكل الكدني. وقسمناهم بقى يعني اكتر من طريقه. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه كده ان انا اقسمهم على حسب السلكتيفيتي في نون سلكتيف كوكس انهبيتورز، اشهرهم طبعا مجموعه الساليسيليتس. دول هيوقفوا كل انواع الكوكس الثلاثة، كوكس اثنين يبقى انالجيزيك انتي باريتيك انتي انفلاماتوري، كوكس ثلاثة بتاع البرين يبقى يزيد الاكشن بتاعهم كانالجيزيك وانتي باريتيك، لكن للاسف هينهبت كوكس واحد فدخلنا في مشاكل الايتروجينيك بيبتيك السر والنيفروباثي. المجموعة الثانية تقدم شوية عن المجموعة النون سيلكتيف، يسموهم سيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز، او عيلة الكوكسيب زي ما سميناها، وهنبص ان شاء الله كده على اللي يهمنا فيها. دول هيقفلوا او هيمنعوا شغل كوكس 2 فيبقوا نفس القصه انالجيزيك وانتي باريتيك وانتي انفلاماتوري، مش هيقفلوا كوكس واحد بنفس المقدار. فعشان كده قلنا ليس جاستريك اريتيشن او ليس بيبتيك ألسريشن ليس نيفروباثي. المجموعه الثالثه اللي هي بتشتغل بس على الكوكس 3 سيلكتيف كوكس 3 انهبيتور، وكان عندنا مثال الباراسيتامول، قلنا ده كل شغله هيبقى على مستوى البرين، يبقى انالجيزيك بسنترال اكشن وانتي بايريتيك برضه بسنترال اكشن، ومفيش اي اكشن تاني لا مفيد زي الانتي انفلاماتوري والانتي بليتلت، ولا مضر زي مشكله الالسر ومشكله الكيدني والتيراتوجينيسيتي والبرونكيال ازمه وكل القصه دي. طيب بدانا نتكلم على الساليسيليتس، وقلنا في السورس بتاعهم طبعا سينثيتيك زي كل مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وقلنا الكيمستري ان هم دي ار ديريفاتيفز اوف ساليسيليك اسيد. اخباره ايه الساليسيليك اسيد ده؟ ده فيري باورفول كانتي انفلاماتوري بالذات، لكن لا استطيع استخدامه سيستميك لانه اكستريملي ايريتانت لو اتاخد باي شكل، فبيستخدم لوكال زي ما نقول ان شاء الله حالا. بقيه المشتقات اللي بتستخدم بقى فور سيستميك يوز اشهرهم طبعا الاسبرين اللي هو الاسيتايل ساليسيليك اسيد والصوديوم ساليسيليت، وسمعنا كده على الماشي عن دواء اسمه بينورال او بينورايليت ودواء اسمه داي فلو نزال. دول كلهم ممكن يتاخدوا سيستميك because they are less irritant than salicylic acid. ده بالنسبة للكيمياء بتاعتهم. بدأنا نتكلم على فارماكوكينيتكس كمثال بقى الأسبرين والأبزوربد أورالي، جزء منه بيمتص في الاستومك لكن المين سايت اوف أبزوربشن هو السمول انتستين، وعرفنا السبب. ديستريبيوشن عدى بلاد برين بارير، عدى بلاسنتال بارير بمشاكل كتيرة إن شاء الله هنلمها النهارده بقى في الجزء بتاع الاكشنز والادفيرس افكتس، و سترونجلي باوند تو بلازما بروتينز فاطاحها بالضعفاء زي الاورال انتي كواجولانتس والاورال هايبوجلايسيمكس. وبدانا نتكلم او خلصنا بالتالي كل جزء الكاينيتكس، قلنا الميتابوليزم المعتمد على تقريبا 75% على هيباتيك مايكروزومال انزيمز، والتالي بقى ده معرض لمع انديوسرز وانهبيتورز والقوانين الثابته دي، هيتحول لان اكتف ميتابولايت اسمه ساليسايل يوريك اسيد، ده ووتر سوليبل وان اكتف بينزل في اليورين، جزء بسيط قوي بيحصل له اوكسيديشن بيدي اكتف كومباوند اسمه الجنتسيك اسيد.
عرفنا طبعا ان الاسبرين هيحصل له هيدروليسز في التيشوز وفي البلاد لساليسيليتس. اتكلمنا على الاكسكريشن، قلنا بقى ان هينزل في اليورين الجزء اللي متكسر الان اكتف، والربع اللي باقي لنا اللي هو انشينجد، وده اقدر العب فيه ازود الاكسكريشن بان انا اخلي اليورين الكالاين او العكس. وقصه بقى التياف اللي شرحنا فيها شويه، ان الجرعات الصغيره في الاسبرين اللي هي بتاعت الانالجيزيك والانتي بايريتيك وطبعا الانتي بليتلت جرعه صغيره جدا، كل دول يخضعوا لقانون اسمه فيرست اوردر كاينيتكس، فالتي هاف بتاعتهم او بتاعت الدواء يعني في هذه الجرعات بيبقى ثابت، تي هاف از كونستانت. لو زودنا الجرعات بقى واستخدمناه كانتي انفلاماتوري هيبتدي يحصل ساتوريشن في الميتابولايزنج انزيم، فتحولنا الى زيرو اوردر كاينيتكس، وبالتالي تبدا التي هاف تزيد كلما زودنا الدوز. عرفنا الميكانيزم اوف اكشن لما اتكلمنا بقى على الفارماكو داينامكس، عرفنا الميكانيزم اوف اكشن، اتفقنا ان هم كل مجموعه الساليسيليتس زي كل مجموعه النون ستيرويدال انهبت كوكس انزيمز، they are non selective او non specific فيوقفوا كل انواع الكوكس، وبالتالي هيقللوا تكوين البروستاجلاندنز. قلنا بس في كلمه مهمه تخص الاسبرين فقط لا غير، ان هو irreversible inhibition بسبب الاسيتايليشن اللي بيعملها على الانزيم. النهارده بقى ان شاء الله نكمل بقيه الداينامكس الفارماكولوجيكال اكشنز اللي عندنا. اقدر اقسم مجموعه الساليسيليتس كده في الاكشنز بتاعتها الى نوعين من الاكشنز، حاجه بنسميها سيستميك اكشنز، دول مهمين قوي، وده شغل الاسبرين اسيتال ساليسيليك اسيد والصوديوم ساليسيليت، والادويه الثانيه الاقل شهره زي الدايفلونيزال والبينورايليت. في لوكال اكشنز اللي هو بقى المجموعه اللي ما بقدرش استخدمها سيستميك لانها اريتنت قوي زي ما قلنا، اللي هي الساليسيليك اسيد شخصيا، ودواء اسمه ميثايل ساليسيليت. الاكشن دي تقريبا يا جماعه هي الاستعمالات بعد كده، يعني الاكشن بتاع الصوديوم بتاع الساليسيليك اسيد ان هو كيراتوليتيك، بيدوب طبقات الكيراتين بتاعه الجلد بالذات لما يكون في هايبر كيراتوزس. هنسمع بقى عن ايه لما يزيد الكيراتين يعمل حاجه اسمها وورت، يعمل حاجه اسمها الكالوزيتيز اللي هي الكلو بالعربي، يعمل اشكال غريبه كده من الهايبرتروفي بتاعه الطبقات الكيراتين في الجلد يعني، فيستخدم عشان يدوبها، واسمه كيراتو ليتيك، يستعمل مرهم كده ساليسيليك اسيد يدوب الكيراتين الزياده ده على الجلد. ليه اكشن مطهر فيقولوا عليه انتي سيبتيك، يمنع يعني الجروث بتاع الانفكتيف اورجانيزمز على الجلد، وممكن اسميه فانجي ستاتيك. فانجي ستاتيك واضح من اسمه كده ان هو بيوقف نمو الفطريات اللي بتحصل برضو على مستوى الجلد، سواء بقى بين الصوابع كده زي حاجه اسمها اثليت فوت او اي مكان في مشكله فانجل انفكشن لوكالايزد. الميثايل ساليسيليت بيعمل حاجه برضو سمعناها قبل كده اسمها كاونتر اريتيشن، بيتحط دايما على الاماكن اللي فيها بين زي في حالات الارثرايتس او المايالجيا مايوسايتس، يكون في مشكله في المفاصل، مشكله في العظام، مشكله في العضلات، فيتحط سوبرفيشالي كده على الجلد عشان يعمل اريتيشن. الفكره بقى زي ما قلت لك ان هو بيماسك البين، الامبلس بتاعه الاريتيشن دي بيقال انها اسرع في الوصول للسنسوري اريا بتاعه السيريبرال كورتكس، فيبتدي يعمل ماسكينج اوف بين، يعني بدل ما المخ كان مشغول دلوقتي بالوجع بتاع المفصل كويس واصل له على طول البين بتاعه الارثرايتس، انا حطيت على الجلد بتاع المفصل ده حطيت حاجه من مجموعه الميثايل ساليسيليتس دي، او هو نفسه يعني الميثايل ساليسيليت، فالاريتيشن ده هيوصل بسرعه لنفس الاريا اوف ريبريزنتيشن، نفس المكان اللي بيوصل فيه الوجع بتاع الجوينت، فيبتدي قصه بقى الدرماتوم والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فيبتدي الاشاره اللي وصل البرين دلوقتي بدات تكون اشاره الاريتنت سنسيشن وليس البين سنسيشن بتاع الجوينت. موجود بقى في اشكال كتيره كده، مراهم كتيره بقى، حاجه يعني زي مثلا الموف، اظن الموف عندي والله اهو، ما بقى ابص لكم عليه بعد كده. هو في فكره الكاونتر اريتيشن بس مش عارف ميثايل ساليسيليت ولا لا. حاجات تانية كتير بقى يعني مراهم كتيره وابو فاس زي ما قلت لكم قبل كده. طيب ده بالنسبه لللوكال اكشنز، تعالى بقى للحاجات المهمه اللي هي السيستميك اكشنز بتاعه مجموعه الساليسيليتس. احنا اتكلمنا على اول اكشن بيتهيألي بس وقفنا عنده اللي هو السي ان اس اكشن. عندنا هنا تو اكشنز بيحصلوا على مستوى السي ان اس لهم علاقه بانهبيشن اوف بروستاجلاندنز طبعا، اللي هو الانالجيزيك اكشن، واتفقنا ده مش بس سنترال اكشن، ده سنترال وبيريفرال مش كده؟ ان انا لما بوقف تكوين البروستاجلاندين سنترالي بقلل البين ترانسميشن او البين سنسيشن،
وخصوصا على مستوى الثالاموس، وقلنا ساعتها جمله كده ان هو بيعلي البين ثريشولد على مستوى الثالاموس. وليه بريفرال اكشن؟ النوسيسبتورز اللي بيحصل لها اكتيفيشن او ستيميليشن بالبراديكاينين والهيستامين والسيروتونين، البروستاجلاندينز لما بتتصنع بتنشط هذا السنسيشن، بتزود السنسيتيفيتي اوف ذا بين ريسبتورز للميدييتورز دي، فلما بوقف تكوين البروستاجلاندينز بتقل السنسيتيفيتي، فيبقى ده كومبوننت تاني للانالجيزك اكشن بتاعها. الانتي بايريتيك شرحناه اعتقد بالتفصيل، وقلنا مشكله بقى الانفكشن او التيشو دامج او الكانسر او غيره هينتج عنه في النهايه تكوين حاجات ما يسمى بقى بالسيتوكاينز، بتبتدي السيتوكاينز تنشط الكوكس فيبتدي يكون بروستاجلاندينز بالذات الاي. هيعمل ايه البروستاجلاندين ساعتها في الهايبوثالاميك هيت ريجوليتنج سنتر؟ هيعلي السيت بوينت، حراره جسمي اقل من السيت بوينت رغم انها مرتفعه لكن اقل من السيت بوينت، فيبدا الاتش ار سي يحاول يزود الهيت برودكشن بالشيفرنج والفازو كونستريكشن والغطا، مش كده؟ اول ما باخد حاجه من المجموعه بتاعتنا دي كل اللي احنا هنعمله، طبعا في كلام على ان هم بيقللوا سيتوكاينز يمكن تيجي سيرته دلوقتي، لكن على الاقل انا وقفت الكوكس، قللت البروستاجلاندينز، السيت بوينت اللي كانت عاليه رجعت نورمال، سميناها ريسيتنج او ري ادجستمنت. بدا الهايبوثالامس يحس ان حراره جسمي اعلى من المفروض من السيت بوينت، فبدانا نفقد حراره بالثلاث طرق اللي احنا قلناها. طبعا السويتنج ده اكيد اهم حاجه اللي هو الايفابوريشن، برضو كيوتينيوس فازو دايليتيشن والفلاش ده هيزود الهيت لوس باي راديشن. وقلت لك حاجه انا مش عارف تفاصيلها قوي اللي هو بيموبيلايز الفلويد فروم تيشوز تو بلازما. وقلنا بقى في الجزء ده السؤال المشهور، ما تأثير الأسبرين على الحرارة؟ قلنا الثلاث نقط، خلاص هو أنتي باريتيك وليس هايبوثيرميك، لو الحرارة نورمال مش هينزلها. والقصة الثالثة بتاعت التوكسيسيتي اللي هنقولها تاني إن شاء الله، إنه هيعلي الحرارة بسبب أنكابلينج أوف أوكسيديتيف فوسفوريليشن، حاجة ميتابوليك ملهاش علاقة بالهايبوثالامس، وبالتالي مش مطلوب مننا ندي خافض للحرارة. نيجي بقى الكلام الجديد ان شاء الله، عندنا هيبقى ما تتخضوش من الاكشنز، يعني عندنا اكشن مهم قوي اسمه انتي انفلاماتوري، بيقول عليه يعني معاه كده يقول عليه انتي روماتيك، باعتبار ان في مشاكل كتيره قوي بتحصل انفلاميشن على مستوى الجوينتس. وقلت لك انتي روماتيك بقت يعني ممكن دلوقتي نفصصها شويه ونقول مثلا ان في اوستيو ارثرايتس، ان في روماتيك ارثرايتس، ان في جاوتي ارثرايتس، اشكال كتيره من انفلاميشن ممكن تحصل على مستوى الجوينتس. ده اكشن مهم قوي الحقيقه، واخد حقه كتير في الكتاب زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. في تاثير على الريسبيريشن، ومن خلال الريسبيريشن ده ممكن نتوقع او هنلاقي في تغيير في الاسيد بيس بالانس، التوازن ما بين الاسيد اللي هو يمثله الكربون دايوكسيد في الدم او الكربونيك اسيد يعني زي ما تحب، وما بين الالكالي اللي هو البايكربونيت. مشاكل الجي اي تي الحقيقه متوقعه جدا، مش كده؟ الاسبرين ده يا حبايبي دايما من الادويه وكل مجموعه النون ستيرويدال، يمكن دايما بنستثني الباراسيتامول، دايما يتاخد بعد الاكل، ما يتاخدش على معده فاضيه. طبعا هو طلع اشكال جديده بتخلي الادويه دي مش اريتنت قوي على الاستومك، يعني يتاخد على شكل انتريك كوت، يتاخد على شكل بفر، يتحط معاه كده شويه بايكربونيت او حاجه تعمل بفر. المهم بس القاعده العامه ان هو لازم يتاخد افتر ميلز وليس على امتي ستومك، عشان هو نفسه اريتنت، هو زي ما قال لك هيعمل له هيدروليسيس ويديك ساليسيليك اسيد، واحنا بنخاف من الساليسيليك اسيد ده من الاول لان هو اريتنت قوي. طيب دي مشكله في الجي اي تي، لوكال اريتيشن. الاريتيشن ده هيعمل لك ايه؟ والله زي ما انت شايف بقى هيعمل لك هايبر اسيديتي، هيعمل لك شويه نوزيا، شويه فوميتنج. الاريتنت ده بيوصل للبرين ويبقى فيه احساس كده ان انت عايز تخلص من الحاجه اللي عامله اريتيشن، فيحصل نوزيا او فوميتنج. الاسوأ من كل ده ان يحصل ألسريشن. وهنا معلش يا حبايبي قبل ما نبص في الكتاب بس ايه نلم الموضوع مع بعض كده، الألسريشن هنا لها سببين، سبب سهل ومباشر اللي هو لوكال اريتيشن، يعني الساليسيليك اسيد نفسه عمال ياكل في الجدار بتاع الاستومك او الديودينم، تمام؟ طيب دي ممكن تجنبها ان انا هاخده بعد الاكل، ان انا هديه على شكل انتريك كوتد، انا ممكن حتى اديه بطريقه مش اورال. طيب في حاجه تانية ملهاش حل بقى، السبب التاني للالسريشن اللي بيحصل ان انت منعت تكوين السيتوبروتكتيف بروستاجلاندينز في الاستومك، صح؟ مش انت عملت كده؟ وقفت كوكس واحد لان ده نون سيلكتيف،
مناعه تكوين البروستاجلاندنز الاي والاي اللي كانوا بيعملوا سايتو بروتكشن. وانت فاكر كانوا بيعملوا اربع حاجات، يقللوا حاجه اللي هي الاتش سي ال ويزودوا ثلاثه، يزودوا ميوكس ويزودوا، طبعا اختلاف بقى مين فيهم بيعمل ايه، الاي بيعمل ايه والاي بيعمل ايه، مش دي قضيتنا. يزودوا ميوكس ويزودوا البايكربونات سكريشن جوه الجي اي تي ويزودوا البلاد سبلاي، هم فازو دايليتور بروستاجلاندنز. فباستمرار لو حصل زي ما قلت لك دامج او انجري على اي ميوكوزال سيلز يحصل هيلينج وريجينريشن بسرعه، انت عملت العكس. طيب فعشان كده كنت دايما لما اسال الطلبه مثلا، هو انا لو اخدت نون ستيرويدال انتراماسكولر وقعدت اخده فتره طويله ما يجيليش قرحه خالص؟ لا ممكن يجيلي قرحه. هو طبعا انت استبعدت عامل الاريتيشن اللوكال على الجي اي تي، لكن لا يزال عندك مشكله ان انت مانع تكوين البروستاجلاندين سيستميك من ضمنها الاستومك. عشان تعالج التهاب مفاصل زي ما قلنا او حاجه محتاجه انتي انفلاماتوري الاكشن بتاع المجموعه. طيب اتجنبها ازاي؟ اتجنب ازاي مشكله الالسريشن دي؟ في حاجه جميله جدا بتتعمل بروفيلاكتيك للناس اللي مش اللي هياخد بقى اسبرين زي ما قلت لك يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا حتى اسبوع لو عنده صداع وبرد ومش عارف ايه، لا اللي هياخده لجرعات كبيره جدا وفترات طويله قوي. الناس الغلابه بتوع الروماتويد وبتوع السيستميك لوبس والحاجات اللي هي فيها تيشو او يعني جوينت انفلاميشن ودامج وبين، فدول بياخدوا جرعات كبيره جدا من المجموعه دي فترات طويله قد تصل يعني الى الابد. فدول ممكن تتجنب الالسر بتاعتهم باي طريقه تعجبك زي ما قلت لك المره اللي فاتت. ادي اتش 2 بلوكر حلوين ورخاص، ادي بروتون بامب انهبيتور حلوين وغاليين، ادي ميزوبروستول، فاكرينه ميزو اللي هو عباره عن بروستاجلاندين اي 1 انالوج، دواء مصنع شبه البروستاجلاندينز هيتاخد اورال هيعوض نقص البروستاجلاندينز في الجي اي تي فيمنع القرحه، يبقى بروفيلاكتيك لو موجوده حتى هيعالجها. ومش مش هيعارض تاثير النون ستيرويدال على المفاصل، عشان برضو السؤال المعتاد طب انا اديت بروستاجلاندين انا كده ما استفدتش حاجه. لا، البروستاجلاندين اللي بتحصل لوكال بتتكون لوكال دي هي دي مشكلتي خلاص. صحيح هيطلع شويه بروستاجلاندين انالوج ده هيمتص ويعمل احيانا اعراض يوصل لليوترس ويعمل كونتراكتيليتي ويعمل اوكسيتوسيك اكشن، فلو هي حامل هيحصل لها ابورشن، لكن مش هيعارض تاثير الاسبرين كانتي انفلاماتوري. يبقى ده بالنسبه لجزء الاستومك عشان يبقى يعني او جي اي تي عشان نخلص منه، هيبقى فيه اكشن على كارديوفاسكولار، اكشن مهم جدا على البلد، مش اكشن واحد بقى، هنعرف كده خمس حاجات تقريبا، بيعمل ايه في الليكوسيتيك كاونت، بيعمل ايه في السيديمنتيشن ريت، الاي اس ار سرعه الترسيب، حاجه يعني تكاد تكون اهم حاجه في الاسبرين النهارده، شغله كانتي بليتلت، وده شرحناه يمكن المره اللي فاتت بس لا باس ان احنا نعيد عليه، شغل كانتي فيتامين كي اللي هو هيؤدي الى هايبوبروثرومبينيميا برضو زي ما نقول ان شاء الله، هيموليسيس في بعض الناس اللي عندهم الفافيزم، يبقى في كلام كتير على البلد. اليوريك اسيد الكلام فيه سهل بس تفسيره صعب، فانا هنقول الكلام والتفسير بقى ايه على قد مربي، يعني مش مطلوب مننا قوي تفسيرات الحقيقه، بس هي قصه كده ايه برضو من الحاجات المحيره في الفارما. يعني اليوترس هيبقى فيه اكتر من حاجه، منهم حاجات قلناها يعني ممكن افكركم فيها بسرعه كده عشان ايه الموضوع ما ياخدش وقت طويل. في المجموعه بتعدي كلها بلاسنتال بارير وكلها تيراتوجينيك، ويقال ان هي بتعمل بالذات تشوهات على مستوى السبتال ديفكت اوف ذا هارت. تعرف في سبتم ما بين الاتريا وفي سبتم ما بين الفنتريكلز مش كده، فاثناء النمو الجنين الانتر اتريال والانتر فنتريكولار سبتم بيحصل ساعات ديفكت ما بيكتملش نمو السبتم اللي ما بين الاتريا، يسموه اي اس دي اتريال سبتال ديفكت. وفي بقى الاسوأ يعني كمان ان يقل الفورميشن بتاع الانتر فنتريكولار سبتم فيسموه الفي اس دي فنتريكولار سبتم ديفكت. ده يمكن حاجه من الحاجات المشهوره مع النون ستيرويدال كتشوه يعني، ما عدا الباراسيتامول طبعا. ده بالنسبه لحاجه في اليوترس. الحاجه الثانيه احنا قلنا ان البروستاجلاندينز بتعمل اوكسيتوسيك اكشن، يبقى اكيد النون ستيرويدال عكسها بتريلاكس اليوترس بالذات البريجننت وبالذات قبل فتره الولاده يعني، فتلاقيه يعمل ديلي ليبر اللي هو سميناه توكوليتيك اكشن.
هيزودوا النزيف بالذات الاسبرين، في حاجه مشهوره اسمها بوست بارتم هيموريدج، نزيف بعد الولاده. الاسبرين لو الست بتاخده مكمله بيه كده لحد ميعاد الولاده هتلاقي النزيف زياده قوي. وبعدين المشكله اللي حكيناها المره اللي فاتت اظن بالتفصيل لما قلنا البروستاجلاندينز من ضمن وظائفها انها تمنتين البيتنسي اوف ذا داكتس ارتريوزس، تخلي الممر اللي ما بين البالمونري والاورطه مفتوح اثناء الانترا يوتراين لايف. اول ما الطفل يتولد، وده طبعا البروستاجلاندين بيبقى جاي غالبا من البلاسينتا، اول ما الطفل يتولد وتقطع بقى الكورد هتلاقي مفيش بروستاجلاندينز، فتلاقي الداكتس ده قفل اوبليتريشن، ودي حاجه مطلوبه عشان يبتدي بقى ايه اللنج تشتغل والبالمونري سيركوليشن والقصه دي. لو بتاخد الام اسبرين او نون ستيرويدال في فتره الحمل بالذات في الفتره الاخيره برضو هيفضل الداكتس ده هيتقفل، انت مانع تكوين البروستاجلاندينز فهيتقفل الداكتس فيحصل حاجه اسمها بالمونري هايبرتنشن، يتولد الطفل عنده مشاكل على مستوى البالمونري بريشر ويمكن ياثر على القلب كمان. فدي من الحاجات المشهوره قوي على مستوى اليوترس. الليفر مفيش كلام مباشر قوي عليه، لكن يعني هنقول لك الكلام برضو اللي موجود في الكتاب. الكدني برضو عرفناها، احنا اتفقنا ان في عندنا في الرينال بلاد فلو ده الدم اللي داخل على الكدني اللي هو مسؤول عن الجي اف ار الفلتريشن بتاع الليفر او جلوميرا فلتريشن ريت. يعني انت هتعمل ايه بقى؟ انت عندك بالانس ما بين حاجات فازو كونستريكتور زي النور ادرينالين وزي ما قلنا انجيوتنسين وغيره، فازو بريسن وحاجات كتير كده، دول فازو كونستريكتورز. وفي عندك حاجه مهمه قوي فازو دايليتور اللي هي البروستاجلاندين اي واي. طيب لما تيجي تدي مجموعه النون ستيرويدال فترات طويله وجرعات كبيره عشان محدش يخاف ويروح يقول لهم في البيت ارموا بقى الادويه اللي عندكم دي، لا هي فكره جرعات وزمن. هتمنع البروستاجلاندين فورميشن بقى الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكتورز واخده الابر هاند، فعلى المدى البعيد يقل الرينال بلاد فلو ويبتدي يقل جي اف ار وتبتدي تقل وظائف الكلى. بالمره بقى معلش عشان يمكن ما قلتهاش المره اللي فاتت، من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل برضو على المدى البعيد وبرضو بجرعات كبيره، ان لما هيقل الجي اف ار هيقل الفلتريشن بتاع الصوديوم. الفلتريشن بتاع الصوديوم هيقل، فالصوديوم يبتدي يتحوش في الدم، يبتدي يحصل سولت او صوديوم ريتنشن ومعاه ميه، فيبتدي البلاد فوليوم يزيد. فممكن يتعارض مع ايه؟ انت طبعا توقعت ممكن يحصل شويه اديمه ماشي، بس الاخطر من كده انه هيبتدي ممكن الضغط يعلى بالذات لو العيان ده هايبرتنسيف، ويبتدي البلاد فوليوم يحمل على الهارت لو العيان عنده هارت فيلير. خلاص، ففي كلام بيحبوا بتوع البطنه يقولوه قوي ان هو المجموعه النون ستيرويدال دي ما بنحبش نديها في مرضى الضغط لانها ممكن تتعارض مع الانتي هايبرتنسيفز اللي هو بياخدها. خلاص، بتوع العظام بتبقى نسال بقى جامد شويه كده يقول لك لا انت لو مضطر تديهم وبتدي جرعات كبيره غصب عنك عشان تعالج امراض من الروماتيك ديسيز اللي قلنا عليها دي، زود يا سيدي شويه في جرعه الانتي هايبرتنسيف، قلل شويه الملح اللي العيان بياخده في الاكل، يعني تبالانس الموضوع. يبقى ده بالنسبه لشغله على الكدني. طيب نبدا بقى كده ان شاء الله نشوف الحاجات اللي علينا. احنا خلصنا ده، هيبقى عند الجي اي تي والله ممكن امسحه وانا مطمن يعني. اليوترس برضو تقريبا قلنا فيه كل حاجة، لو في حاجة زيادة في الكتاب هنقولها. الكيدني خلاص برضو تعتبر خلصت، يبقى فاضل لنا ايه الكام اكشن دول اللي فيهم كلام جديد. طيب شغل الساليسيليتس برضو الاسبرين كنموذج مهم للمجموعة كأنتي انفلاماتري وأنتي روماتيك، ازاي بيعالج الانفلاميشن؟ انتوا كلكم طبعا متوقعين وبرضو الرسمة اياها اكيد انت زهقت منها وحفظتها، الفوسفوليبيدز بتاعت السيل ممبرين بالفوسفولايبيز A2 هيحصل لها هيدروليسز يعني الى اراكيدونيك اسيد، البريكيرسر بتاعنا ده اللي هيديك سكتين، سكة الكوكس هتديني بروستانويدز سواء بتتكلم بقى على بروستاجلاندين زي الاي والاف 2 الفا وغيره، طبعا هنا في دي 2 اتش 2 مالناش دعوه بقى، وزي البروستاجلاندين اي 2 اللي هو البروستاسايكلين، وزي الثرومبوكسان اي 2. السكه الثانيه الفايف لايبو اوكسجينيز هيديني ليكوترينز بتوع البرونكيال ازمة، صح؟ اين يقع الاسبرين في الخريطة؟ هنا انهيبيشن للكوكس، وقلنا ان هو نون سيلكتيف، وقلنا الوحيد اللي بيعمل irreversible انهيبيشن. المهم ان انت وقفت دي، فوقفت تكوين انفلاماتوري ميديتورز مهمة قوي، اشهرها طبعا البروستاجلاندينز
الاي بانواعه والاف بانواعه. طيب دي حاجه لطيفه جدا وخلاص اتقالت مليون مره. الحاجه الثانيه اللي بتزود شغله كانتي انفلاماتوري، وخلي بالكوا حبايبي انا قلت لكم الانتي انفلاماتوري دوز دي عاليه جدا بالنسبه لجرعه الانالجيزك انتي بايريتك، صح؟ واتفقنا خلاص عشان كلنا هنبقى خبره في الاسبرين، الجرعه اللي يسموها بيدياتريك او انفانتايل دوز او يسموها بيبي اسبرين، اسمه على فكره في مصر اسبوسيد اطفال، هتلاقي راجل كبير في السن كده وماشي زي حالتنا يعني، وماشي بعلبه الاسبوسيد الاطفال ده كل يوم ياخد قرص او اتنين كانتي بليتليت يعني. خلاص دي جرعه بسيطه 75 150 325، كله حلو. وقلت لك دلوقتي الجوسبرين ده اشهر واحد بقى، اللي هو نوع الاسبرين ال 81 ده انتي بليتليت. طيب جرعه صداع وبتاع ده وحراره، لا ممكن نوصل لايه 325 مرتين 3 4 5 ايا كان بقى. خلاص يعني في حدود الواحد جرام، في حدود حتى ناس بتزود عن الواحد جرام في اليوم يعني. خلاص جرعه بقى الانتي انفلاماتوري، لا ده احنا دخلنا في جرعات كبيره قوي، ممكن توصل 5 جرام فما فوق، يعني بتتكلم على الاقل 10 اقراص، في ناس بتقول 12، في ناس بتقول 15، ناس بتقول 20 قرص اسبرين في اليوم، اللي هو 325 ده يعني. خلاص يبقى ده بالنسبه لي الجرعات. طيب الجرعه بقى بتاعت الانتي انفلاماتوري اللي هو بتعمل حاجه تانية حلوه قوي في الاسبرين، بتزود افراز هرمون طالع من الانتيريو بيتويتري، كلنا فاكرينه اسمه الاي سي تي اتش، ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. وبيقال على فكره ان الاسبرين ده حاجه من الحاجات اللي معجزه بجد في الطب والله، يعني حاجه بقى لها اكتر من 140 سنه مثلا، وكل يوم في جديد وابحاث على الاسبرين لحد النهارده، وفي بيكتشف حاجات لسه ما كناش نعرفها. بيزود الاي سي تي اتش، في كلام على ان هو بيزود الادرينالين ريليز من المضله، هنقوله بقى ان شاء الله بعدين لو جت، بس خلينا في ده. يزود الاي سي تي اتش، يزود الاي سي تي اتش معناها هيروح على السوبرارينال كورتكس يعمل ستيرويدوجينيسيس، يعني يزود الكورتيزول. ولما يزود الكورتيزول هيعمل حاجات لطيفه جدا كانتي انفلاماتوري، سيبك بقى من ان هو بينهبت الكوكس نفسه وتصنيع الكوكس والنيتريك اوكسايد سينثيز والكومبلمنت مش عارف ايه والاديجن موليكيولز والحاجات دي كلها، خلينا على الاقل بس نفتكر ان هو هينشط تكوين لايبوكورتين 1 او الانكسين 1، واللايبوكورتين ده كان انهبيتري على الفوسفولايبيز A2. خلاص فدور اضافي ليه ان هو هيزود الكورتيزول بس عن طريق انه يزود الاي سي تي اتش، فيروح مقلل شغل الفوسفوليبيدز او الفوسفوليبيد اي 2، يبقى الاركيدونيك اسيد هيقل، يبقى انت كانك قافل خطوتين ورا بعض. وزي ما قلت لكم قبل كده لما نقفل هنا، لما اقول لك قفل عملنا انهبيشن الفوسفوليبيز، مش معناها ان خلاص وقفنا السكه 100%، لا في شويه هيكملوا، في شويه اركيدونيك اسيد هيتصنع، وفي شويه بروستاجلاندين هيتصنعوا، فانت كانك بتقفل بالتتابع كده. يبقى ده اكشن تاني مهم الحقيقه في الكلام بتاع الانتي انفلاماتوري اكشن. طيب في كلام، وبرضه هنبص الحقيقه من الكتاب مع بعض، في كلام ان هو الاسبرين الكلام الجديد برضه شويه او يعني نسبيا ان هو بيمنع تكوين حاجات معينه من السيتوكاينز، ولها هي كمان دور في الانفلاميشن، يعني السيتوكاينز لها انفلاماتوري اكشن وبتنشط كمان الكوكس، فانت لما توقف تكوين السيتوكاينز يبقى انت عملت حاجه لطيفه اضافيه يعني. برضو زي ما قلنا مع الكورتيزول، كان من ضمن الحاجات اللي بيعملها الكورتيزول كانتي انفلاماتوري ان هو يمنع المايجريشن بتاع الانفلاماتوري سيلز او سميهم فاجوسيتيك سيلز، البوليمورفو نيوكليير ليكوسايتس، الماكروفيجس، الحاجات دي كلها اللي هي كانت بتروح للمكان اللي فيه انفلاميشن بالاتراكشن بقى بتاع الانفلاماتوري ميدييتورز بالكيموتاكسز، وتروح عشان تشارك وتحاول تصلح المشكله، بس كان بينتج عنها غالبا مشاكل ان هي بيطلع منها هي نفسها انفلاماتوري ميدييتورز، بيحصل لها رابتشر، بيحصل منها ريليز للايسوزومال، او يعني بتساعد ان يحصل ريليز للايسوزومال انزيمز من اللايسوزومز، فيبتدي يحصل تيشو دامج. هنا الاسبرين بيعمل نفس الفكره، بيمنع المايجريشن بتاع البوليمورفو نيوكليير ليكوسايتس او الفاجوسيتيك سيلز الماكروفيجس مثلا وغيره. بيعملها ازاي بقى؟ برضو في كلام على ان الاسبرين مباشره بيعملها، في كلام على ان هو يعني اقصد عن طريق ان هو قلل البروستاجلاندينز
وفي كلام كتير بقى كده ليه علاقه بالسيتوكاينز برضو. المهم ان هو بينهبت المايجريشن. برضو في كتب بتبقى كاتبه ان هو لما يعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن بيبتدي يحصل مشكله في الاكتيفيتي بتاعت الماكروفاجز، بتدي الاكتيفيتي بتاعت الماكروفاجز تقل فما بتقدرش تتحرك خلاص. المهم ان هو قلل المايجريشن برضه بنفس قصه ان هو طب ما انت في المكان اللي فيه انفلاميشن انت منعت تكوين انفلاماتوري ميديتورز فما فيش كيموتاكسز يعني عمليه انجذاب الخلايا للمكان هتقل. ايا كان بقى هو في النهايه احنا المفروض على فكره والله في المذاكره طبعا نبقى عارفين ميكان يعني قدر الامكان، بس نركز برضه على الاكشن اللي هيحصل في الاخر ان هو قلل المايجريشن بتاع الانفلاماتوري سيلز للمكان اللي فيه انفلاميشن. برضه زي ما اتقال مع جمله في الكورتيزول ان هو بيعمل ستابيلايزيشن اوف ذا لايسوزومال ميمبرين، يخلي اللايسوزومال ميمبرينز ما تفرقعش ما يطلعش منها اللايسوزومال انزيمز اللي بتعمل تيشو دامج او تيشو ديستراكشن يعني. طيب في حاجه يمكن ما اتقالتش بقى واحنا بنتكلم على الانتي انفلاماتوري اكشن بتاع الكورتيزول، مش هطول فيها برضه والله عشان ايه محدش يتخض يعني. احنا كان عندنا مواد مهمه قوي كده انفلاماتوري وبين ميدييتورز اسمهم الكاينينز. الكاينينز اشهرهم طبعا برادي كاينين خلاص، كان في حاجات تانية مثلا زي الكاليدين وغيره، خلينا في البرادي كاينين او مجموعه الكاينينز. الكاينينز دي مشهوره جدا جدا كبين ميدييتورز، سمعناها قبل كده، بتنشط النوسيسبتورز وليها انفلاماتوري اكشن قوي جدا، وكانت من الحاجات اللي تعمل تزود قوي الكابيلاري بيرميابيليتي قوي يعني، كانت بتعمل يعني ارتيريورال فازو دايلاتيشن وفينو كونستريكشن، فتلاقي البريشر جوه الكابيلاري زاد قوي فيحصل اديما بشكل رهيب يعني. ويقال ان هي من اسباب الانجيو اديما في حالات يعني لو حصل انجيو نيوروتيك اديما خلاص. طب الكاينينز دي برضو باختصار شديد بتتصنع من بريكرسرز اسمهم كاينينو جنز. جن طبعا كلكم عارفين حاجه انكتف يعني وتبقى حجمها كبير كده. طيب الكاينينوجنز بتديك كاينينز اكتف كاينينز بانزيمز اسمهم كاليكراين انزيمز. الانزيم اللي بيصنع اسمه كاليكراين، مع اختلاف بقى في تيشو كاليكراين وبلازما كاليكراين وقصه كده ايه لو كانت عدت عليك في الاوتاكويدز يعني. الكاينينز بعد ما بتتكون بتتكسر بالكاينينيز، وفاكر انت بقى حاجه اسمها كاينينيز 2 اللي هو شبه الايس انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. المهم خلينا على قد النهارده، المطلوب مننا ان الاسبرين ومجموعته من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيعمل انهيبيشن على الكاليكراين انزيم، فبيقلل قوي تكوين الكاينينز. فتوقع بقى ان هو هيساهم في دوره كانالجيزك وانتي انفلاماتوري ويقلل الاديما والجوينت افيوجن، الحاجات بقى اللي بتحصل مع التهابات المفاصل دي. طيب يبقى هو عدي معايا بقى كده منع كام انزيم. الاساسي الكوكس، انهيبيشن للكوكس، وبعدين في الجرعه الانتي انفلاماتوري انهيبيشن للفوسفولايبيز اي 2، وبعدين معانا دلوقتي كمان انهيبيشن للكاليكراين انزيم، بالاضافه بقى انه قلل سيتوكاينز ماشي، قلل مايجريشن اوكي. طيب عمل ستابيلايزيشن للايسوزومال ميمبرينز، كل ده جميل. الحاجه الاخيره يمكن تقريبا بقى ان هو بيمنع كمان انزيم اسمه هيالورونيديز. هيالورونيديز ده اعتقد يعني ان هو كان حاجه من الحاجات البرو انفلاماتوري اللي بتعمل سبريد اوف انفلاميشن، مش كده؟ بتكسر كده بقى السيمنت او الادهيزف يعني الحاجات اللي ماسكه الخلايا مع بعضها، ويبتدي السبريد بقى بتاع الانفلاماتوري ميديتورز، ويبتدي يحصل اديما واعراض بقى اللي انتوا عارفينها ريدنس وهوتنس والكلام ده. هو من ضمن شغله انه يمنع الهيالورونيديز انزيم. يبقى هو بيمنع اربع انزيمز اهو مش كده؟ كوكس وفوسفولايبيز اي 2 بطريق غير مباشر عشان بس ما ننساش، والكاليكراين ده شغله هو، والهيالورونيديز انزيم، مع بقى قصه المايجريشن، مع قصه السيتوكاينز، مع موضوع ستابيلايزيشن للايسوزومال ميمبرينز، هتلاقي الدنيا اتظبطت ان شاء الله كانتي انفلاماتوري. طيب عشان برضو ايه ما نسرحش من بعض في الشرح ونسيب الكتاب، الجزء بتاع الانتي انفلاماتوري ده كان موجود ولا يزال موجود يعني في صفحه 109، عنوان كده اسمه انتي انفلاماتوري وانتي روماتيك. اول حاجه بقى في ده الميكانيزمات يعني، اول حاجه ديكريز بروستاجلاندين سينثيسز، فيقلل ديكريز اكشن اوف انفلاماتوري ميدييتورز. مش هو البروستاجلاندينز كانت بتنشط دول،
فيقلل بقى شغل الهيستامين والكاينينز الانترلوكن هو اعتقد دي تي ان اف مش اي ان اف، الانترلوكن والتيومر نيكروزس فاكتور تي ان اف. هو بيقلل تكوينهم، ماشي، بيقلل شغلهم، بيقلل شغلهم ازاي؟ ما هم كانوا بينشطوا الكوكس، فالكوكس يطلع بروستاجلاندين، هو هيمنع الكوكس ايا كان. المهم ان هو قلل الاكشن بتاع الانفلاماتوري ميدياتورز اللي احنا ذكرناهم. طيب عملها ازاي بقى؟ نمره ايه؟ انهبيت كوكس انديوست باي انفلاماتوري ميدياتورز. يعني ايه الكلام ده؟ ما في نوع من الكوكس اسمه كوكس 2 اسمه انديوسبل كوكس، خلاص هو هيوقفه. ده المقصود بكلمه انهبيت كوكس 2 انديوست باي انفلاماتوري ميدياتورز. فبيقلل، خلاص انت عرفت بقى بروستاجلاندينز وبروستاسايكلين والثرومبوكسان. وصحيح دول يعني دورهم في الانفلاميشن مش مؤكد قوي، يمكن شويه الاي 2، لكن طبعا الاساسيين هم الاي بالذات. اسبرين في اللارج دوز اللي هي جرعه الانتي انفلاماتوري اللي اتكلمنا عليها، هنا بقى الغلطه دي برده ما بتتغيرش والله. ديكريز اي سي تي اتش، لا هو بيستيموليت الاي سي تي اتش مش بيقلل الاي سي تي اتش. اصل انت لو قللت الاي سي تي اتش عمره ما الكورتيزول هيعلى، صح؟ هو العكس ممكن، يعني قلل الكورتيزول الاي سي تي اتش يزيد لان ما فيش نيجاتيف فيدباك، لكن العكس لا. فدي صلحها بقى، يزود الاي سي تي اتش فيزود الكورتيزول، الكورتيزول يطلع لايبوكورتين اللي هو الانكسن 1 بقى، فينهبت الفوسفولايبيز اي 2، فيقلل اراكيدونيك اسيد، فيقلل بروستاجلاند. خلاص، وزي ما اتفقنا مش هنتلخبط بقى، يعني لو قفلت هنا مش قفلت بالضبه والمفتاح، لا في شويه هيكملوا، فريجي هنا كمان يمنعهم بالانهبيشن اوف كوكس. نمره 2 انهبت كاليكراين انزيمز، فيقلل سينثيسيس اوف كاينينز، فيقلل الحاجات بقى المشهوره البين والفازو دايلاتيشن والإديمة والإنفلاميشن. طبعا الكاينينز دي من أقوى الإنفلاماتوري ميدياتورز. نمرة 3 inhibit migration of polymorphs وماكروفاجس to site of inflammation. أنا كنت كاتب تفسيرات كتير كده، قعدت برضو يعني ألعب شوية كده وأشوف ليه بينهبت. مش مشكلة قوي بقى، يعني حاجة اسمها اللايبوبوليسكرايد باثوي ده بيقل، تي ان اف نفسه ممكن يكون ليه دور، الانكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن، قصه البروستاجلاندين ما اتصنعتش، خلاص بقى يعني ايه وجع دماغ. مش يعني هو حلو والله، بس مش منهجنا واتجاهنا في التعليم لا يسمح. يعني نمره 4 ستابيلايزيشن اوف لايسوزومز، الممبرين بتاعهم يعني، فبيقلل ريليز اوف بروتيوليتيك او دايجستيف انزيمز زي ما تحب تسميها، فيقلل السيل ديث اللي هو بقى التيشو دامج اللي بيحصل وقت الانفلاميشن العنيف. نمره 5 انهبيت هيالو رونيديز انزيم، فبيقلل الكابيلاري بيرميابيليتي، وزي ما قلت لك بيقول عليه بيقلل السبريد اوف انفلاميشن، فبيقلل الاعراض اللي هي السويلنج والإديمة. جوينت افيوجن، جوينت افيوجن دي اللي هي يسموه رشح المفصل بالعربي كده، ابتدى الساينوفيال فلويد يزيد اللي بيبقى جوه المفاصل يعني. ادي 1 2 3، احنا قلنا بقى خلاص على جنب كده الاربع انزيمز اللي هو بيقللهم، الكوكس والفوسفولايبيز اي 2 وكاليكراين وهيالورونيديز. نمره 6 جمله غير مكتمله، اسبرين في اللارج دوز بتاعت الانتي انفلاماتوري بيعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن، فبيقلل، خلاص يقلل ايه بقى؟ هل ليه علاقه بالميتابوليزم؟ هل له علاقه بالاكتيفيتي بتاعت الانفلاماتوري سيلز؟ ما اعرفش، هو كاتب ديكريز، خلاص مش عارف بصراحه. يعني برضه دي من الحاجات اللي دايما في الاسبرين ما بتكملش يعني، بس هو الانكابلنج ده هيعمل مصايب كتيره قوي غير الفيفر احنا حكيناها المره اللي فاتت، بيعمل حاجات كتير قوي ليها علاقه بالميتابوليزم كمان زي ما نقول ان شاء الله دلوقتي. بس هل ليها دور كانتي انفلاماتوري؟ هل بتقلل، قصده يقلل بقى الميتابوليك اكتيفيتي عموما مثلا، فيقلل تكوين الكوكس والبروستاجلاندينز والحاجات دي، او مش عارف. صفحه 110 في الرسمه اياها بتاعت اللي اتكررت كتير قوي، اللي هي الرسمه دي بس بالعرض، يعني انا باخدها بالطول كده، هو دايما الكتاب بيعملها بالعرض، انت شوف الطريقه اللي تعجبك، عايز تعملها بالورب برضو يمكن تطلع احلى يعني. طيب الكارديو فاسكولر، قبل ما اقوله بس تعالى نفتكر كده المورفين، مش هنطول قوي بقى ان شاء الله ربنا يسهل، بس انا فاكر المورفين ده كان ليه كده كلمه في الثيرابيوتيك دوزس ملوش تاثير على الكارديوفاسكولار سيستم تقريبا، مش كده؟ لكن مع الجرعات الكبيره وطبعا مع الجرعات العاليه كان بيبتدي يعمل الاتي، بيعمل برادي كارديا لانه بينشط السي اي سي
من ضمن شغله الاكسيتاتوري في البرين او ستيمولاتوري، وكان بيوسع البلاد فيسلز ارتريز وفينز. كان بيعملها ازاي؟ بيطلع هيستامين وبينهبت الفازو موتور سنتر سنترالي بقى، وكان فينو دايليتور وقالها لك كده وسابك ايه تشوف يعني جايه منين. ده شغله. فكان بيعمل هايبوتنشن وممكن يعمل مشكله بوستر هايبوتنشن وبراديكارديا وغيره. كانت حلوه الفينو دايليتيشن دي والارتيرو دايليتيشن في الاكيوت بالمونري ايديما، مش هنرجع بقى ايه نحكي تاني في المورفين. طيب هنا في كلام متشابه الى حد ما، بيقول لك ان الثيرابيوتيك دوزس نو افكت. جميل، جرعات الاسبرين العاديه ثيرابيوتيك بما فيها حتى شويه الانتي انفلاماتوري. اصل الثيرابيوتيك تشمل انتي بليتليت انالجيزيك انتي باريتيك انتي انفلاماتوري، كل ده ما فيهوش مشكله. طيب اللي يحب يعرف اللي انا كنت قايلها لكم من شويه كده لما كنا بنتكلم على كارديو فاسكولار، لما قلنا على كيدني بيقلل رينال بلاد فلو فالجي اف ار بيقل، فالتخلص من الصوديوم بيقل، فيبدا يحصل صوديوم ريتنشن ومعاه ميه، فخلاص عرفت بقى ممكن الضغط يعلى، ممكن البلاد فوليوم لما يزيد يعمل لي مشاكل على الهارت فيلير. دي موصوفه مع الانفلاماتوري دوز اللي انا اقدر اسميها لارج دوز. طيب هو كاتب بعد كده بقى تجنب دي، هو كتب توكسيك دوز. التوكسيك دوز هتعمل فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن ده هيعمل هايبوتنشن. طيب ليه بيعمل فازو دايلاتيشن؟ الله اعلم. خلاص هو حتى ما جابش سيرتها، والكلام برضو على ان دي ممكن تكون مرحله متاخره قوي في التوكسيسيتي، فبدا يحصل انهبيشن على برضو الفايتال سنترز بتاعه البرين بما فيها الفازو موتور سنتر، فيحصل فازو دايلاتيشن. في بقى ناس بتقول لك لا، الهايبوتنشن ده ممكن يكون نتيجه غير مباشره بسبب ان بيحصل ديهايدريشن. يعني هنعرف ان شاء الله برضو في التسمم العيان بيعرق قوي وبيبقى نفسه سريع قوي، فبيطلع كربون دايكسايد، وبقاله فتره الفلويد انتيك اقل من الفلويد لوس، فبيدخل في شويه ديهايدريشن وهايبوفوليميا. خلاص مش برضو مش مهم خالص الكلام. هيعمل اسيدوزس، في ناس بتقول ان ده ممكن يكون من اسباب برضو مشكله الضغط لما يقل. طيب خلينا بس في ايه، في الاساسيات. في التوكسيك دوز هيعمل فازو دايلاتيشن، مش عارفين السبب يعني مش مهم، وبالتالي هيوطي الضغط. المعلومه الثالثه هي حاجه ليها علاقه بالروماتيك فيفر، عشان دي هتيجي ان شاء الله دلوقتي في الاستعمالات. كلكم اظن يعني انا بقول لكم يعني لما كانت سنه ثالثه سنه متماسكه كده كنا عارفين الطلب على الاقل تاخد ايه ومواد ايه والدنيا، دلوقتي خلاص بقى مش عارفين حاجه. بس يعني برضو باختصار شديد جدا، هو فين الازرق؟ الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر دي فيها اعراض كلكم اكيد عارفينها، في حاجه اسمها كاردايتس، بيبقى غالبا على الاندوكارديوم. الاندوكارديتس ده اللي هو التهاب الغشاء الداخلي بتاع القلب، ومشكله بقى الصمامات والبكتيريا الاندوكارديتس اللي هيجي عندنا ان شاء الله في الانتي بايوتكس، وبيعمل حاجه اسمها كوريا، مشكله بقى على مستوى الانفولانتري موفمنتس دانسينج موفمنتس اللي بيقول عليها دي. وعندنا مشكله تانية عشان تبقى بسي يسموها كيوتينيوس نوديولز، عقد كده بتحصل تحت الجلد يعني. طيب وعندنا طبعا فيفر اسمها فيفر روماتيك فيفر، وعندنا ارتفاع في ما يسمى بالليكوسيتيك كاونت، بيحصل زياده اللي احنا بنسميه ليكوسايتوزس، الوايت بلاد سيلز بتدي عددها يزيد، وبيحصل زياده في ما يسمى سرعه الترسيب بالعربي اللي هو الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، ودي من علامه الانفلاميشن، وده اكيد كلكم عارفين ان ده من التحاليل البروجنوستيك وليس الدايجنوستيك، مش كده؟ يعني لقيت الاي اس ار عالي يبقى في انفلاميشن، ودور بقى براحتك. خلاص؟ عالجت صح الانفلاميشن على الاس ار، اي اس ار بدا يقل، يبقى انت ماشي صح. دي الحاجات. طبعا في بقى ارثرايتس اللي هو يسموه الفليتنج بولي ارثرايتس، معرفش المصطلحات دي اتغيرت بقى مع الزمن ولا لا يعني. اللي هو ياثر غالبا على مفاصل الكبيره، واشهرها طبعا الني جوينتس، وتلاقي المفصل الم رهيب وريدنس وهوتنس وتندرنس وافيوجن وسويلنج ده والكلام ده، وبعد كده يرجع نورمال خالص ولا كأن حصل حاجه، يتنقل لمفصل تاني، عشان كده فليتنج كانه ايه بيتنطط يعني. طيب ده شغل الايه، ده الروماتيك فيفر. الاسبرين ما يعالجش دول،
دول يعني غالبا محتاجين ستيرويد، محتاجين حاجه اقوى شويه. خلاص؟ طيب يعالج الفيفر. يعني ايه يعالج الفيفر؟ يعني يقلل الحراره من عالي لنورمال. حلو. هيعالج الليكوسيتك كاونت، هو طبعا دي بطريقه غير مباشره يعني عشان برضو ما نبقاش ايه افتينا قوي. هرجع الليكوسيتك كاونت العالي لنورمال. خلاص؟ ليها علاقه بالانفلاميشن طبعا برضه. الاي اس ار هيرجعه النورمال. يبقى في ثلاث حاجات هو بينورماليز، مش كده؟ بس ما بيقللش. يعني يقول لك ايه؟ الاسبرين انتي باريتيك وليس هايبوثيرميك. الاسبرين يقلل الليكوسيتك كاونت العالي ليكوسيتوزس لنورمال، بس ما يعملش ليكوبينيا، ما يقللش عدد الوايت بلاد سيلز. الاي اس ار نفس الكلام، كان عالي بسبب انفلاميشن هيرجعه نورمال، ويعالج الارثرايتس. خلاص؟ طيب اللي عايز اقوله لك في الكتاب ايه بقى؟ لو العيان عنده اعراض الروماتيك فيفر ومثلا فيها ارثرايتس وكاردايتس، خلاص؟ هو هياخد ساليسيليت عشان يعالج الارثرايتس ويعالج اللي ربنا يقدره عليه ده. كويس؟ هياخد ساليسيليت وعنده في نفس الوقت كاردايتس. كويس؟ طيب لما اجي اختار هنا، اختار اسبرين اسيتيل ساليسيليك اسيد ولا اختار صوديوم ساليسيليت؟ في العيان ده اللي عنده كاردايتس وارثرايتس مثلا، وانت هتعالجه بساليسيليت عشان الارثرايتس. طبعا انت هتقول لي لو اديت ستيرويد ما انت هتعالج الاثنين، بس انا ماليش دعوه بقى، ده اللي موجود في الكتاب. خلاص؟ انا هختار اسبرين ومش هختار صوديوم ساليسيليت. ليه بقى؟ زي ما الاسبرين بيحصل له هيدروليسز ويديك الاسيتايل جروب لوحدها وتقفلك بقى الانزيم ايرفيرسيبل وساليسيليك اسيد، الصوديوم ساليسيليت هيحصل كده.